وانا عدم ارتداء الحجاب خرجني من مله الاسلام؟ لا طبعا، لان عدم ارتداء الحجاب ذنب زي اي ذنب، وزي ما كل واحد فيكم بيعمل ذنوب. فانتم كمان كمسلمين مطلوب منكم انكم لا تكذبوا ولا تخونوا ولا تتحرشوا وتغضوا بصركم ستات ورجاله، وما تنافقوش وما تغتابوش حد، ومطالبين كمان بالكلمه الطيبه وحاجات كتير تانيه فرض عليكم ان انتم تلتزموا بيها، ومع ذلك ما بتعملوهاش وبتعملوا عكسها. ايكم لو انا النهارده لبست الحجاب كابت الناس وزي ما ربنا وصف كده اكلت لحمهم وهم ميتين، كده بالنسبه لكم هبقى تمام؟ لو لبست حجاب او نقاب نزلت اشتغلت بالليل في ملهى ليلي، ايه الاخبار؟ كده هبقى ست تقيه؟ لبست حجاب وسرقت كده هبقى ملتزمه بامر ربنا بالنسبه لكم؟ في ناس هتطلع وتهاجمني وتقولي في التعليقات لا ده ربنا امرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب يا ترى هو انت او انت اصلا اهل انكم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا انت ما شفتش من اوامر ربنا غير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وعلى كلامكم ده فاي حد متاح ليه انه يامر بالمعروف وينهي عن المنكر. الزاني والمتحرش والخمرجي والحشاش واللي بتختار ام لا اله الا الله كلهم بيامروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر. بقى الناس اللي عايزه تنصح فتكسب ثواب، دول الناس اللي بتدخل انبوكس تقول لك النصيحه ويا اخدتي بيها يا ما اخدتيش، وربنا يهدي الجميع وكل واحد في الاخر هيتحاسب على نفسه. وصل بينا الحال دلوقتي في حكمنا على الاخرين ربط الحجاب برجوله الاب ونخوه الاخ وقوامه الزوج وسيطرته او عدم سيطرته على بيته. فبقى الاب والاخ والزوج بيجبروا البنت على ان هي ترتدي الحجاب خوفا على نفسهم من الكلام اللي هيتقال عليهم في المجتمع، مش خوف من ربنا وان هم عايزين يقربوا البنت من ربها. البنات بتلبس الحجاب ارضاء لبني ادم مش ارضاء لربنا، عشان كده الكل دلوقتي بقى حريص قوي على المظاهر وادعاء الفضيله والمزايده على بعض. الحاجه الاولى اللي انا عايز اتكلم عليها اننا لما بنلاقي حد عاصي وحد مذنب مع الله فاحنا بنبغض وبنكره المعصيه، مش بنبغضه هو ولا بنكرهه هو، لان هو على معصيته وذنبه لله ممكن جدا يكون اقرب لله منا جميعا، ولا ندري بما سيختم الله له وبما سيختم الله لنا. هنا انتقل للرد على الاخت الكريمه الفاضله. ايوه خلع الحجاب مش خروج عن ملة الإسلام، لكن ودي حاجة مهمة جدا، في فرق بين صغر الذنب واستصغار الذنب. يعني باختصار أيوة خلع الحجاب مش ارتداد عن ملة الإسلام ولا هو ذنب كبير وعظيم زي القتل والزنا والسرقة، لكن ممكن شعورك باستصغار الذنب وباحتقار الذنب ده يحول الذنب الصغير إلى ذنب كبير. ربنا عز وجل قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللي قبلنا قالوا لا انظر الى صغر ذنبك ولكن انظر الى قدر من عصيت. ثم انا حضرتك مش قادر افهم ليه حضرتك ربط موضوع حجابك بكون المسلمين كلهم بيكذبوا وبيخونوا وبيغتابوا الناس. ثم انت فعلا شايفة ان كل المسلمين وحشين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم، وفي رواية من قال هلك الناس فهو اهلكهم. يعني اللي بيقول ان كل الناس وحشة هو ده اوحش الناس. حتى يعني لو سلمنا جدلا لكل المسلمين وحشين، هل هذا يرفع من عليك ذنب واثم رفعك وخلعك للحجاب؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يعني باختصار كده كل واحد هيحاسب على نفسه وكل انسان متعلق من عروقه. ثم انا برضو والله ما قادر افهم ليه كل الامثلة اللي حضرتك بتستحضريها وبتستدعيها كلها مشوهة. يعني لو كنت صادقة وطيبة ومخلصة لكن بشرط ان تكوني خلع الحجاب، ولبست الحجاب يبقى لازم تكوني كاذبة وسارقة، هل مفيش غير النماذج دي؟ يعني مفيش حاجة وسط؟ ماينفعش تبقي طيبة ومخلصة وصادقة مع الناس وفي نفس الوقت لابسة الحجاب او لابسة النقاب؟ ثم انا احب ابشرك كل الناس مطالبة بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر حتى ولو كانوا ما بيعملوش المعروف وما بينتهوش عن المنكر. ربنا عز وجل لما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كانش بيعاتب الناس دي إن هي بتأمر بالبر وبتنهى عن المنكر، لما كان بيعاتبهم إن هم ما بيبعدوش على المنكر ولا بيعملوا البر. ولو كل واحد قال أنا مش هأمر بالمعروف ولا هنهى عن المنكر إيه لما بطل ذنوب؟ مفيش حد غير النبي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما انا والله مش قادر استوعب كمية التعميمات اللي في كلام حضرتك. مين قال ان كل راجل بيجبر امه او اخته او بنته على الحجاب نفاق ورياء للناس؟ ومين قال ان كل واحدة محجبة لابساه خوفا من بطش احد؟ في بنات بالملايين مستعدة تضحي بروحها وبنفسها عشان تفضل بحجابها ان شاء الله. ومين قال اصلا ان الاجبار حاجة وحشة؟ نجبر ولادنا يناموا بدري عشان يروحوا المدرسة، نجبرهم يذاكروا، نجبر المريض
المريض ياخد الدواء عشان يبقى كويس. ليه الإجبار لما بيجي في سكة ربنا بيبقى كخة وحاجة وحشة؟ الإجبار بيبقى وحش لما يكون على حاجة وحشة، لما يكون على حاجة طيبة وكويسة بيبقى قمة الروعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وفي النهاية عايز أقول مش مقصود من الفيديو ده النقد أو التجريح الشخصي، ولولا إن الفيديو بتاعك جاب مشاهدات كبيرة جدا أنا ما كنتش رديت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.